الله يخرب بيتك، انت كده ممكن تقطع لي رجلي مش هتعورني. بس لا مؤاخذه يا باشا، ركز في حمامك، انت هتقلق قد كده. بصراحه يا باشا المبلغ اللي اتفقنا عليه طلع ما يكفيش، العمليه محتاجه رجاله كتير، واكيد كلنا هناخد احكام من سنه لثلاثه، مش كتير يا باشا. صدقني عشان الرجاله دي لو اتعلقت في فلك ليل ونهار ما تقرش بحاجه. حاضر، بس بشرط نص الفلوس دي مش هتاخدوها الا بعد ما القضيه تتقفل تماما، سواء بحبسكوا او بغيره. ماشي يا باشا، طلباتك 2 مليون. يا خبر اسود، دفعت 2 مليون جنيه في الحدوته الهبله دي؟ مش كتير، انت ناسيه ده الميراث بمليارات. بدل وجع القلب ده يا ريتك سمعت كلامي ودفعنا لحد من الشغالين اللي عندها، وكان هو اللي يديلها الحبوب. ما قلتلك ان مش مضمون حد من عندها يوافق، وساعتها بقى تبقى كارثه. وهي اخبارها ايه معاك دلوقتي؟ المسافه قربت قوي، قالت لي هتعدي عليها كل يوم عشان تطمن عليها لحد ما اخف. يعني خلاص الفرصه جات لك تديلها الحبوب. تقالي شويه، السرعه مش مطلوبه. كفايه دول؟ طبعا كفايه، هو هينهب ده تلاقيه جايبهم بنص دول وبيعمل علينا شغل. انت متاكده من كلام الدكتور بتاعك ده؟ النتيجه مضمونه 100%، المهم بس انها تاخد حبايه كل يوم، ما تفوتش يوم. في اليوم العاشر هيحصل لها نزيف حاد وهينزل الحمل. لسه في عينك. ماشي يا شفت، وايه خطتك بقى بعد ما تخلصوا من الجنين؟ هيكون ايه يعني؟ هناخد الثروه ونتجوز. فاهم، قصدي ايه خطتك عشان تتخلصي من هشام وتاخدي الثروه؟ ايه التخريف ده؟ انا بحب هشام مش بحب فلوسه. وحياه ماما بقى، عايزه تفهميني ان لو كان في قرد وقع كنت عملت كل الشقلبازات دي عشان تاخديه؟ عيب يا شفت، مش على عمه. ومشيت وراها لغايه الحاره اللي ساكنه فيها، وهناك عرفت كل المعلومات اللي مع ساتر. عايزك تخلي عينك على البت دي 24 ساعه وتسيبك من مراقبه هشام ده خالص، وانا هودي حد تاني. امرك يا فندم. شكرا. بيانات البنت دي عايزك تجيب لي الدوسيه بتاعها من السجل المدني ومن الجامعه اللي كانت فيها، واي معلومات عنها باي جهه رسميه تجيبها لي، واكشف لي كمان اذا كان عندها ثواب. تحب عبد الحليم انت؟ اه قوي. ممكن تاكل الاول بعدين تكمل شغل؟ لا في حاجات ممكن انساها. لا مفيش، انت قلت لي خلاص على صفقه الصين وقلت لي على نقل حامد، مفيش حاجه تانية. لا في، والله ما انا سامع حاجه، لما تاكل الاول الجرح محتاج غذاء عشان يلم يا هشام. اصبري شويه يا ريم، دي اخر حاجه عشان خاطري. حاضر، بس على شرط تاكلي معايا. حاضر. والله ما عارف اشكرك على ايه ولا على ايه. انت عارف ان انا المفروض اشكرك. شعاعنا الحقيقي والاساسي اولا الكوامة. البيوت قدمت ويعاد بناؤها ان شاء الله. البنيه التحتيه ضربت ويعاد. نتيجة عايزه تلعب لك 10 دومنا، يمكن تكسب لك 5 جنيه. يا ابني هو مستني المليم بتاعتك ده، الاهالي ما وكلهاش شاه. يا ابني في ايه؟ ما تسخنش كده، كبر دماغك. عايزه تعال كلها سيكي بيك. اقعد على دوق الشاه زي على فمي. أنا تعاطى بمسؤولية وبمرونة في هذه المسألة، ولكن هناك خط مصالحنا الوطن. نحن مصرون على الوقوف على الصمود، على أن نحفظ كرامتنا وسيادتنا وحريتنا وحرية العالم. المطلوب أن نصبر، أن نصمد، أن نواصل، وبالتالي. وأنا أجيب لك منين المبلغ ده؟ شغلك مش بتكسبي قد كده؟ طالما هنصاهين يبقى نستفيد بجد. عيب يا عزة اللي بتقوله ده، ما تغطيش على دمك بقى. اختشي، لما الفقر يطحن جدتنا ونلاقي نفسنا بنسحب على بطننا عشان ناكل، يبقى ما عادش ينفع خشة. كلنا عارفين شهد ممكن تكون بتجيب الفلوس دي منين ومطنشين. كل واحد مننا لما بتيجي تديله الفلوس ما بيقدرش يبص في عينيها، لا يشوف وساخته فيها. انا مش عايز منك فلوس يا شهد، ولا هقتلك واغسل عارك. اني من الاول ما كنتش راجل، وبديت ان انا اعيش على عرقك من ليالي وسخه. انا ماشي من البيت ده مش راجع غير لما بقى راجل قادر اصرف على نفسي واخواتي. اول مره اشوفك ضعيفه كده. عشان اول مره حد يتهمني في شرفي بالشكل ده. من مين؟ ده اخويا.
دول كلمتين قالهم لك في ساعة عصبية، شوية كده هيروق ويرجع البيت تاني. هشام احنا لازم نتجوز وحالا. انت اتجننتي؟ اتجننت عشان بقولك نتجوز؟ لا علشان بتقولي حالا. وريم هنعمل فيها ايه؟ عملها اسود وبنيه. هو انت داخل على حب؟ مش داخل على زفت، بس ما ينفعش في وسط ما انا برسم عليها اقول لها بس بعد اذنك هروح اتجوز وارجع لك على طول. مع ان كلامك منطقي، بس انا بقى مش مستريح حالك. هاي يا شاهد. هاي. عندك ميه ساعه؟ تعالى يا جاسر شوف الاستاذه. لا دي قال مش مستريح حالي. قال شاهد عندها حق، انت مفيش حد في الدنيا المفروض يستريح لي بقى كده. شاهد اعمل لنا كوبايتين شاي. تعالى يا جاسر. مش عارف ايه السبب، ما بقاش عندي حماس اقعد معاك. انا كلمتك مخصوص عشان اتحجج بيك، ما اعملش معاها حاجه. مفيش واحده تانيه؟ ابدا ما بشوفش حد، انا مركز في موضوع ريم. ما يمكن الواحده التانيه دي ريم. لا كل العقود دي تراجعت ولسه في عقد محتاج شويه شغل هيبقى عندكم بكره. اي خدمه تانية؟ اقعد يا استاذ نجيب عايزك. طب استاذن انا بقى اودي العقود دي للشؤون القانونيه. اتفضل خد الباب في ايدك يا استاذ كمال. ليه عندك يقين ان قتلت صلاح عشان اورثه؟ تؤمر باي خدمه تانية؟ ارجوك اقعد. اعمل مره واحده اللي عمر ما ابويا ولا اخويا عملوه. كان نفسي حد فيهم يقعد معايا ويفهمني بالراحه على اي حاجه. عمري ما شفت منهم غير الاسوء. واديك انت كمان بتعمل زيهم. اسوء؟ انت اللي بتتكلم عن الاسوء؟ بعد كل النعيم والعز اللي كانوا معايشينك فيه؟ قصدك بدل العربيه اربعه والفلوس بين ايديا زي الرز، ومفيش حاجه احلم بيها الا لما تبقى موجوده. هو ده النعيم اللي انا محتاج له؟ عمر ما حد فيهم طبطب عليا واخدني في حضنه وفهمني اني غلطان. ابويا كان طول الوقت يهني على اي حاجه ما تعجبوش، وما بقاش فاهم انا بتهان ليه. وش معنى اخوك؟ ما هو ابوك برضه كان بيعامله نفس المعامله وهو صغير، وطلع راجل وبقى دراعه اليمين. عشان بالصدفه صلاح طلع بيحب شغل ابويا، فده عجب ابويا جدا وانسجموا مع بعض. لكن عمره ما سالني انا احب اشتغل ايه غير البيزنس. وكانه فاكر عشان انا ابنه لازم اطلع زيه واحب شغله. يمكن يكونوا غلطوا في طريقه تربيتك او معاملتهم ليك، بس انا برضو مش قادر اديلك اي عذر في كل اللي عملته. انا ما عملتش حاجه. لا عملت، وجاي دلوقتي بتدور على اي حاجه تبرر لنفسك كل تصرفاتك دي، ونفسك في اي حد يوافقك عشان تستريح من عذاب الضمير. بس انا بقى مش هريح، لانك ظالم، ظلمت نفسك وظلمت ابوك واخوك. اللي انت عملت تتكلم على اسوتهم دول كانوا ليل ونهار بيفكروا فيك وفي مستقبلك. وحكايه نقل الثروه اللي باسم صلاح دي، ده اتفاق دم قدام عيني. ما اخبيش عليك انا مش موافقك على اللي هتعمله، انت كده بتخالف شرع ربنا. عيب يا نجيب، مش انا اللي خالف شرع ربنا. يبقى محتاج افهم ازاي عايز تكتب كل ثروتك باسم صلاح وتحرم ابنك الصغير من كل حاجه؟ عشان احافظ على الثروه دي. انت عارف انا تعبت قد ايه على ما عملتها، وعنديش استعداد امشي من هنا وهي تضيع من هنا. بابا اسمح لي اول مره عرضك، ازاي هقدر اعيش اخويا فاكر ان اتمعت في نصيبه؟ ما عادش في وقت للمناقشه. دي وصيتي يا صلاح. عايز تخالف وصيتي؟ لازم اخوك يا صلاح يفهم ان كل حاجه راحت منه، ولما يتاكد من كده حاله هينصلح. ساعتها ابقى اقول له ورجع له نصيبه. دي اخر حاجه بأتمنك عليها. دي مش امانه، دي خيانه لاخويا. خيانه مشروعه يا ابني. مد ايدك واحلف انك هتنفذ كل حرف في الوصيه. مد ايدك يا صلاح، انت عمرك ما اتاخرت على ابوك ثانيه واحده. جاي دلوقتي تتاخر وانا مش فاضل في عمري ولا ثانيه. ماله خارج زي طول الهيك كده ليه؟ قلت له لك كان لازم اقوله له من زمان. Thank you.
عنده انهيار عصبي حاد. حضرتك المدام؟ لا. هو محتاج عناية شوية، يمكن محتاج يغير جو. مرسي. بص بقى، الدكاترة قالوا انك بقيت كويس وممكن تخرج النهاردة، فممكن تروح تاخد حمام وتغير هدومك عشان تخرج معايا. هنروح على فين؟ عايز اشممك هوا مصر بجد، مش هوا العينين اللي انت قاعد فيه ده. عينيكي تغمض وتفتح يبان سطوح الليالي عليه الامان. عينيكي تغمض وتفتح يبان سطوح الليالي عليه الامان. وقبل الاوان اللي قبل الاوان بتحييني انفاسك المسعده، وما فيش في الاغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده، وما فيش في الاغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده. يا مصر اللي جايب الشجر من زمان بحبك كأني طليق العناء. يا مصر اللي جايب الشجر من زمان بحبك كأني طليق العناء، وزي الكتاب اللي كان يا مكان، وزي الرصيف اللي في السيدة، وما فيش كده 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 كده. انا اللي زرعت البيوت والعيدان ما يمنعش عقلي شويه جنان. انا اللي زرعت البيوت والعيدان ما يمنعش عقلي شويه جنان، ويرجع لاسمك رنين الحنان أتيل المحبة يلبي الندى، وما فيش رين. دي بنت فظيعة، سهرتني مع ناس عمري ما شفت زيهم، ناس على قد حالهم بس مع ذلك سعادة سعادة. خرجتني شوية من مود الزفت اللي كنت فيه، مش قادر أنسى إن قتلت أخويا في عز ما كان هو خايف على مصلحتي. يا حبيبي هون على نفسك، انت معذور وما كنتش تعرف. لا يا شفت، انا اتسرعت، خايف كمان اكون اتسرعت في قتل اهلي. انا طلبت منك اعرف طريق سامح ده، وانت فضلت توعديني انك هتتصرف. والله يا حبيبي اختفى تماما، غير رقم تليفونه وما عرفلوش طريق. وبعدين خد هنا، انت ما قلتليش بدات تدي ريم الحبوب ولا لسه؟ لسه فكرة الحكايه دي خالص. ريم طيبه ما تستاهلش اذيه. يا لهوي، عايز تسيب لها فلوسك؟ اديكي شفت الفلوس وصلتني لايه. يا حبيبي اعمل اللي يريحك، طول ما احنا مع بعضين على ابو اي حاجه. هي عم الفلوس خلت حد سعيد. استنى بقى يا شهد، خلينا اكمل. الفار مش بيلعب، ده بيتنطط في عبي. قال ايه عايز يسيب لها الفلوس؟ روح يا زينب للحاجه فهيمه قولها ان كل زباينها متاخرين في دفع قسط الهدوم. حاضر. وانت هتعملي ايه؟ مش عارفه، ده انا مش خايفه على الفلوس، بس انا خايفه على هشام نفسه يروح مني. ريم شكلها عجباه. ده انت بتحبيه بجد بقى؟ اديني اتنيلت على عيني تحت. احسن بطل بواخه. المهم دلوقتي عايزك تختفي شويه اليومين دول وما تجيش هنا خالص. هشام رجع يسال عن طريقك وانا توهته. يا نهار ازرق، هو لسه بيسال؟ ما تتخضش كده، ما تجمد، هو يعني هيجيبك منين؟ خليك بس حارس اليومين دول شويه. ولا حتى سمعتي اسم شهد دي؟ لا، ما انت عارف ان هشام له علاقات نسائيه كتير، ما ممكن بنت دي تبقى واحده منهم. احساسي مش كده. هو اللي حسسك بكده؟ طريقه دخولها او خروجها من الفيلا يقول ان في سر وراها. طب ما ترقوا تليفوناتها. الحكايه مش سهله قوي للدرجه دي يا ريم. هان على العموم انا ماشي ورا حد، على الله نعرف من وراها حاجه.
ربنا يوفقكم. سامح، هتتكلم ولا عاوز تأنسنا شوية كمان؟ أنا هقول على كل اللي عرفه، بس ودي بتصدقني لأني معرفش أكتر من الأول. أنا كنت صاحب نهلة وشاهدة أيام الجامعة، وكانت بيني وبين نهلة علاقة عاطفية، وبعد ما تخرجنا حاولنا ندبر ظروفنا عشان نتجوز، وكنا متحمسين أوي لتكوين نفسنا، وفجأة لقيت نهلة بتبعد شوية بشوية لغاية ما قطعت خالص. عرفت بعد كده إنها اتجوزت هشام البحيري. في الحقيقة استغربت أوي لأن الفرق كبير بينهم، ازاي اتجوزها وعرفها فين؟ ده اللي عرفته بعد كده من شهد. هشام البحيري ده فظيع، كل مره بقابله فيها لازم هديه، وهديه ثاني احلى هديه اللي قبلها. وده وقعتي عليه فين ده؟ الناس دول بنقرا اخبارهم في قرايط بس، ما بيتشافوش. لا ده بقى سر. شفتي؟ شركات البحيري عاملين اعلان في الجورنال، طالبين سكرتيرات وموظفات. انا هروح بكره اقدم، على الحظ يرتشوا يقبلوني. دول طالبين مؤهلنا. الصراحه يا بنت من ساعه ما قريت الاعلان وانا بحلم باكتر من الوظيفه، بحلم بهشام البحيري. اهو ده للواحده لو فازت بيه تبقى كسبت دنيتها بجد. انت اتجننتي؟ هيبصلك على ايه؟ وهو يعني كان بص لهدى على ايه؟ هدى على الاقل عندها شويه لبس ممكن الواحد يتخمي فيها. ان كان على اللبس محلوله الركع على الاقل. انت عارفه واد زي ده ممكن يقع ازاي؟ ازاي؟ هشام ده البنات بتترمى تحت رجليه، لو واحده عملت انها مش شايفاه كراجل يتجنن، ويا سلام بقى لو لقط الطعم وبدا يرسم عليها وهي صدته، تبقى ساعتها عنده اهم بنت في الدنيا. الرجاله اللي عندهم علاقات كتيره ولا تفرق معاهم واحده تتقل عليهم. انا رايي الواحده تسلم لي في ثانيه وتدبسه. دي مدارس. بقولك يا بت، ما اجي اقدم معاكي؟ ماشي. ايوه. ايه؟ طيب انا جايه حالا. انا ابويا تعبان قوي، هستاذن المدير واروح. طب والتقديم بتاع شركه البحيري خليه لبكره. طب بقولك ايه، انا هروح اقدم النهارده، هتعرف لك الاخبار ايه، وانت تقدمي بكره. ماشي. وافقت شهد بحسن نيه وراحت نهله قدمت اوراقها، ولما رجعت كدبت على شهد وقالت لها انها راحت لقت قفلوا باب التقديم. الظاهر انهم كانوا معينين ناس قبل ما ينزلوا الاعلان، ونسيت شهد الموضوع. مش تقول لابوك بقى، انا متكل عليه. حاضر يا شهد. وفي الوقت ده كانت اتعينت في شركه البحيري ووقعت هشام واتجوزته. وعرفت من شهد بعد كده ان نهله بدات تبعد عنها في نفس الفتره اللي بدات تبعد عني فيها. شهد حست بغل اللي كانت صاحبتها ليها، وحست ان هشام ده حقها وان هي اللي خطفته منها، فراقبته وعرفت انه بيقعد كتير في كافي شوف المهندسين، وبالفعل عرفت توقعه وتدبسه. وبعد كده طلبت شهد مني ان اساعدها في تشكيك هشام في مراته عشان تنتقم منها. انت بني ادم ما عندكش دم، ارجوك تفهم بقى، انا ست متجوزه، انت كده هتخرب بيتي. بس انا مش قادر انسى ايامنا مع بعض. انت سافل ليه كده؟ ده انا لطيف معاكي لحد دلوقتي، ما تخلينيش اتصرف تصرفات مجنونه. جوزك مش بعيد عليا. طب يا سامح، عشان خاطري بلاش الايام دي بالذات تكلم جوزي، بدا يشك فيا وشاف رقمك على الموبايل. حاضر حبيبتي، ولو ان اليوم اللي ما اشوفكيش او اسمع صوتك فيه ما بيبقاش له طعم. باي باي يا حبيبتي. انت متاكد المكالمه اتسجلت؟ ايوه اتسجلت. يعني انت بني ادم عندك دم، ارجوك تفهم بقى. انا هسمع هشام النص الاخير من المكالمه كده، هيقتنع ان نهلة بتخون الرسم. والله العظيم ده كل اللي اعرفه عن الموضوع ده، وما في حاجه غير كده اعرفها. هو ايه دور شهد في قضيه الهدى؟ والله ما اعرف اي حاجه عن القضيه دي غير اللي اتنشر في الجرايد. يعني عمرها ما كلمتك في الموضوع ده؟ فرحت انها قدرت تقنع هشام بخيانه نهلة ليه. باين عليك عايز تأنسنا شويه كمان. والله يا بيه لو هتموتني مش هقول اكتر من كده، لاني ما اعرفش اكتر من كده. فاكره الموضوع الصحفي اللي كنت كتبته عن الصفقات المشبوهه للشركه وكان السبب اللي اتعرفت على المرحوم صلاح؟ ايوه فاكره. انا عايزه كل المستندات بتاعه الصفقات دي. خير يا مدام ريم؟ مش شغلك يا ندى، انا دلوقتي مش صحفيه ريم، انا صاحبه الشركه وعايزه اعرف كل حاجه. اظن ده من حق. طبعا انا كان قصدي بس ان الصفقات دي قديمه ومستنداتها راحت المخازن. مش مهم بعد هدي. تحت امرك يا فندم. Thank you.
مفيش مليم الشركة دي بتكسبه جي من طريق مشروع، بس أكتر حاجة وجعت قلبي تجارتهم في الدواء. بياخدوا توكيلات لشركات أدوية كبيرة عشان يصنعوها هنا في مصر. المادة الفعالة في أي دواء هي أغلى حاجة فيه، فبيقللوا المادة دي في خلطة الدواء عشان يكسبوا أكتر، وبالرشاوة بيعدوا من كل جهات الرقابية. دول أفظع من تجار الهيروين والمخدرات، دي جرائم قتل بالجملة. وأنا بقرأ المستندات ما كنتش مصدقة، كان هيغمى عليا. اكتشفت إن كل اللي كتبناه عن فسادهم ده ولا يجي عشر الحقيقة حتى. ده مفيش مسؤول في البلد إلا ومتورط معاهم في قضية فساد. مشكلة يا ريم إن المسؤولين دول أقوى من الصحافة ومن القانون، لكن خلينا نعمل اللي علينا، هات المستندات دي ننشرها وممكن نعرف نقلب عليهم الدنيا. هم حرامية وعملوا شغلهم، إحنا نعمل شغلنا ونكشفه. على الله بقى حد عنده دم يعمل شغله ويحاسبهم. مش هيحصل. أنت نفسك قلت إنهم أقوى. وعشان كده بقى ولغاية ما نبقى إحنا أقوى أنا شايفة حل تاني خالص. كفايه يا اجنبي، ما عندكش حاجه لعبد الحليم؟ ايه مدام ريم عايزاك. هلا. من امتى وانت بتحب عبد الحليم؟ انا عارف انك شايفاني اشتغل، بس انا اتغيرت. انا ملوش معنى الكلام بعد كل السنين دي، اللي حصل حصل. انا ما نسيتش اني اذيتك، بس ربنا بيسامح. خلاص يبقى ربنا هو اللي يسامحك بعد اذنك. كمال عايزك سويني اسمك. انا مش جاي الحفله دي عشان ارحب بالمستثمرين الاجانب، وانا بسبب اني فرحانه قوي باكبر صفقه في تاريخ الشركه. انا عايزه اطمن قبل موقع العود معاهم بكره. عايزه تطمني على ايه؟ عايزه اطمن ان الدواء ده ما ينزلش منه حبايه واحده في السوق قبل ما يتم عرضه على الخبراء بتوع الشركه الام. مش ده اللي بيحصل يا كمال؟ بصراحه مش بالظبط. خليك دغري يا استاذ كمال، في تلاعب كتير بيحصل في الموضوع ده وانا عايزه اوضع له حد. موافق يا هشام؟ موافق وجدا كمان. والجهات الرقابيه بتاعتك عايزه كمان كنترول عليها، ودي هتبقى مهمتك يا استاذ كمال. مدام ريم انتوا اصحاب الشركه، ومدام مش عايزين تلاعب، محدش له مصلحه ان احنا نمشي غلط. اوكي يا شيخ. اوكي، تعالي ناخد منهم كافه الضمانات اللازمه.